كابتن هاني، اكيد هي لحظه تخلد في ذاكره كل اهلاوي. اكيد يا كابتن. طبعا طبعا عايز اقول مبروك لكل شخص ينتمي للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للعيبه النادي الاهلي. ده حصاد موسم كامل من التعب والارهاق وحاجات كتير جدا يعني شفناها في السيزون اللي فات، وقد ايه كان في انتقادات كبيره جدا لمجلس اداره النادي الاهلي والكيان النادي الاهلي بشكل عام. يعني ادينا بنشوف يعني تكريم من دوله شقيقه زي دبي، وحفله كبيره جدا. اعتقد ان دي اقوى رد لمجلس اداره النادي الاهلي على كل من اساء للنادي الفتره اللي فاتت. وهي دي مكانه النادي الاهلي يا كابتن ايمن. النادي الاهلي دايما معودنا ان هو سفير للكره العربيه والكره المصريه بشكل خاص. النادي الاهلي طبعا هي دي مكانته، هي دي دايما النادي الاهلي هو وجهه المشرفه لمصر. طبعا ادينا شايفين يعني كوكبه كبيره من احسن نجوم العالميين في العالم. اعتقد يعني زيها زي برضو يعني احسن لعيب في كاس العالم. يعني انا شايف ان وجود الكابتن خطيب ووجود اسم النادي الاهلي في جائزه كبيره زي دي، ده لوحده شرف كبير لاي نادي، واي نادي يتمنى ان هو يبقى موجود في حفله كبيره زي دي. ويعني زي ما قلت يا كابتن، هو النادي الاهلي يعني تقريبا النادي الوحيد اللي بيشرف المصريين والعرب عامه، ودايما بقى فيه يعني موجود في كل الجوائز وكل المهرجانات الكبيره اللي بنشوفها حتى في اوروبا. كابتن ايمن، اي بطوله بتتلعب او اي مناسبه بتبقى موجوده بيسال مين احسن فرقه في افريقيا، بيبقى معروف النادي الاهلي هو مستحوذ على البطولات كلها، ومستحوذ الفتره اللي فاتت على يعني اكتر فريق استحوذ على بطوله افريقيا 9 بطولات. يعني النادي الاهلي فعلا خير سفير هو صاحب كل الارقام القياسيه تقريبا في افريقيا. بالظبط، وده زي ما قلت يا كابتن، هو المحصول كله اللي حصل ان النادي الاهلي هو ده حصاد الموسم الطويل الشاق جدا اللي شفناه السنه اللي فاتت. ويعني ده اقوى رد من الكابتن الخطيب والمجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. واعتقد ان شاء الله باذن الله دي مش اخر جائزه النادي الاهلي هياخدها، لا، في جوائز كتير النادي الاهلي ان شاء الله هيحصدها الفتره اللي جايه ان شاء الله. اعتقد